صباح العيد، صباح القهوة، اعملوا قهوة وتعالوا نقضي مع بعض تاني يوم وتالت يوم العيد، وانتوا حكوا لي كيف قضيتوا العيد وكيف كانت أجواءكم. كان الجو عنا كتير بجنن، كان طالع الشمس ومشمس وهوايات غير شكل الجو. قولوا لي كيف الجو عندكم؟ وهذا الجو ما بده غير هيك قعدة برندا وفنجان قهوة على رواق، لنكسب هيك طاقة إيجابية من أول النهار ونبدأ بسم الله ويكون نهارنا غير شكل. صراحة بداية النهار هو بيأثر كتير على نفسيتنا. جهزت التياب العيد اللي رح يلبسوها تاني نهار الأولاد، كتير شام متحمسة تلبس هاي اللبسة، فزبطت لها اللبسة لونها أخضر مع عمر ومعي نفس اللون. هدول التياب يعني عنا هون قديما، عمر عنده إياه من هديك السنة وأنا عندي إياه من هديك السنة. وبعدين بلشت سوي لها هيك شعراتها بالليس، هاي الطريقة كتير كتير حلوة، حبيت فرجيكم إياها، بتعطي هيك الجعدة من تحت كتير رائعة. حبيت فرجيكم لبستي. هلا اكيد انتو كلكم شايفينه من قبل، انا اصلا بلبسها كتير على اليوتيوب، بس هي الشنطة اول مرة بلبسها، يعني مشتريتها من زمان من سلطان ايوب من تركيا وهيك حبيتها كان موديلها، فاليوم اول يوم بلبسها، فقلت لحالي حلو على العيد الواحد يلبس شي جديد ما لابسه من قبل. نحن طالعين من البيت، احنا بطريق كويا، كان في يعني كتير سيارات واقفة، فقلنا شو القصة خلينا نشوف. قدمنا لقدام شفنا العالم قاعدة وعم تشوي وهذا اللي جايب أكله وكذا، ما شاء الله، والمنظر عن جد بجنن، كتير كتير حلو كان. وكان في ألعاب للولاد، فوقفنا وأكلنا، كنا جايبين فلافل وشاورما، كنا مالنا فطرانين، حبينا نفطر شاورما وفلافل، والولاد كمان هيك بينبسطوا بغيروا جو. فاني فاني عم تعمل هذا فاني. يلا عدي يلا ما جرت عم تفوت. هذا إلي. هذا إلي. وين حما كنت شوارك حما؟ أنت آخر مرة طلعت هيك الليل بسوي عبده. والله نسيت. تعرف شو ذكرني هذا؟ والله العظيم ذكرني ماليزيا، بس ما فيك تنزل تلعب الاولاد. نفس المنظر بس ما فيك تلعب الاولاد. خضار حلو كثير. شو؟
مثل ما انكم شايفين المناظر عن جد بتجنن، بدك بس عدة المشاوير وهي الشغلات انا ماني جايبتها لسه. فالواحد لو عنده عدة بيقعد هيك بيشرب له فنجان قهوة، بيشرب له كاسة شاي، نسكافيه شو بحب. هلا احنا قعدنا شوي وبعدين حملنا حالنا ورحنا على المول، على جولان مول، انه في فعاليات هيك بالعيد حاب روح كنت اشوفها، ونفس الوقت الاولاد يلعبوا بالمول. فهون حملنا حالنا ورحنا، اول ما وصلنا فورا ما شاء الله الاصوات الضجه هيك كل هالامور. هلا لما بتروحوا بتنصرعوا من كتر الصوت، بس الاولاد بنبسطوا على الشخصيات الموجوده. مثلا مثل ما شايفين في شخصيات كتير بحبوا الاولاد، والاحلى من هيك بيلعبوا معهم، يعني ما هيك الشخصيات بس بضلوا واقفين وعم بيرقصوا، لا بيقربوا عليهم هون، بخوفون، بيضحكون، يعني الاجواء حلوه. والحلو فيه انه في ساحه كبيره بالمول، فهي الساحه يعني قد ما تعبت ما بتصير هيك مزدحمة أو بتتضايق، بالعكس هيك الأجواء كتير بتجنن حلوة يعني، عرفتوا. وأهم شيء إن الأولاد ينبسطوا، إن العيد هيك للأطفال يغيروا جو وينبسطوا يقضوا وقت حلو، فعن جد حتى نحن بننبسط بتحسوا. والله ببالي انه بس رح يعملوا هذا العرض تحت بهي الساحة الكبيرة وصلى الله وبارك وخلص، ما شاء الله راحوا يدوروا ويتفتلوا من كل بكل مكان ويدوروا المول كاملا، يعني المول ما صغير. هون كنت عم فرجيكم عمر اجوا اولاد لجنبه فصايقل لهم انه انا بختار مين رح يطلع بميتوري، كان كتير مبسوط عليه لانه زوجي جاب له اياه على العيد، فكتير طاير عقله عليه عرفتوا. وهون زوجي فات على اسواكي ليشوف شو في عندهم بضاعة. انا كتير لفت لي نظري كاتبين عيدكم مبارك، على فكرة بتركيا ولا مرة شفتهم كاتبين عيدكم مبارك ولا رمضان كريم، ما بعرف هالسنة كيف، بس انا كتير بروح كنت بتركيا بالعيد او كذا، فهي اللفتة كتير بسطتني فرحتني كمان. ونفس الوقت عجبني انه هيك تحسوا بأجواء العيد، يعني وين ما بتروحي عم تحسي بأجواء العيد، يعني هذا الشعور كتير أنا مبسوطة فيه إنه يحتفلوا ويحسسونا بهذا الشعور. تعالوا احكي لكم شو صار معنا هون. انا فتت على قسم الالعاب وهون كله العاب، شفت الدبابة والناس عادة عم تصور معهم وكذا وهيك، فجأة ولا ما حسيت الا طلعت فقاعات ونزلوا بوالين، وانا ما شفت الا العالم عم تركض على البوالين رقد، فانا صدمت قلت لحالي شو بيرقدوا على البوالين، فيها شيء يعني؟ قام طلع في جواتها انه كلها هيك شوكولاه وما شوكولاه وضيافات عيد وهيك، يعني فكرة كتير حلوة كتير حبيتها، انه بياخد الولد البالون وبعدين بطقه بياخد الشوكولاه وهالشغلات جواتها، فحبيتها كتير كتير. هون كمان دخلت الولاد على الالعاب، على فكرة الحلو بهذا المول مثلا فوتي ابنك وما بيقولوا لك تعي خدي ابنك او تعي طالعي، يعني عن جد ما بيسألوا عن الوقت. ثالث يوم العيد قمت لأسوي فطور وقلت لحالي إنه لازم هيك أعمل لهم شغلة جديدة للأولاد يفرحوا وينبسطوا، فتحامل توست بالبيتزا كتير كتير طيبة، حتى أنا بعملها أحيانا لانش بوكس للأولاد، فطريقتها سهلة بس جيبوا يعني توست أو حطوا دهنوها بكاتشب
أو دهنوها بصوص البيتزا إذا عندكم بصوص بيتزا جاهز، وحطوا الجبنة والشغلات اللي بتفضلوها واللي بيحبوها أولادكم. أنا ما كتير بيحبوا الخضرة فوق كتير، فبعملها بهذه الطريقة وبندخلها الفرن على درجة حرارة 200، يعني شي 6-7 دقايق بتكون جاهزة. يلا شام تفضلي تفضلي تسلمي. شكرا. هذا الشاي تفضل. نعزم حالنا. ايه. يلا دوق البيتزا. شام شو رأيك بالبيتزا؟ قديش تعطيني؟ 10 10 10 كثير 10 كثير 10 خليها 9. ماما تورينا باكل هذا. هلا لازم تاكل لفة مسجلة. ثالث يوم العيد بيكون زوجي عنده شغل، مثل ما بتعرفوا زوجي شغله بالبيت، فدائما ايام العيد بيكون عنده يومين او يوم بالعيد يعني بشغله. احيانا على فكره ما بيعطوا اجازه بالعيد، فعن جد في ناس بتقول يا ايني ياكم عايشه حياتكم، حياتنا اكتريت الشغل. يعني ما تفكري الحياه اللي بيعيشها الانسان وبيتعب فيها بيكون سهل، كلها شغل وتعب و ورهاق. فلما أنا شفت اليوم ثالث يوم العيد زوجي عنده شغل، وحتى يوم الوقفة كان عنده شغل، فقلت لحالي إنه خلص إنه بدي حسس الأولاد بالعيد وعائلتي بدي حسسها بالعيد. فطلعت على البرندة سويت أجواء للفطور، فطرنا. ما في شيء بيكون بسهولة، يعني كله بيتعب. بعد ما تخلصي فطور تقولي الله توسخ البرندة وتوسخت الكراسي، كله بده تنظفيه وترجع تشتغلي. يعني هيك حياة الإنسان. فعن جد انبسطوا بلحظتكم، عيشوا حياتكم. يعني في كتير ناس كتبوا لي بالتعليقات احنا ما جبنا ضيافة عيد، انا جبت ضيافة عيد اكلت انا وعيلتي على فكرة. بالعكس اولادك لازم يكونوا عم ياكلوا هدول الشغلات، عم يشوفوها ببيتهم، مشان ما يطلعوا لبرا ويحسوا حالهم انه عن جد في شيء ناقصهم. حتى لو ما نك قدران تجيبي شغلة وحدة بس بكفي، مو كتير. وأنا لما بشتغل بفتح على حالي شغل تاني. طلعت هيك قلت هذا البريق الشاي يعني بده تنظيف. بتعرفوا إنه الشاي بتصبغ البريق الشفاف البلور، فشو بعمل؟ بجيب يعني أي دواء غسيل بودرة، حصرا بودرة، وبضيف فوقه مي. تمام، نتركه هيك دقيقة دقيقتين. وفي ناس بتغلي يعني بتحطه على النار بتغلي فورا بينضف لحاله. لا، أنا بتركه هيك دقيقة دقيقتين وبلش أليفه تليف عادي وبينضف. ما أحلى، بيرجع جديد جديد. وخصوصا مكان مثلا اللي منصب الشاي، فهذا المكان بده مثلا فرشاي خصيصة مثل الفرشاي بنستخدمه لتنظيف الشريمونات، بس أنا ما موجودة عندي. فقررت إنه كيف بدي نظفها، بجيب شو نكاش الدار أكيد كلكم بتعرفوها وبتنظفوها بهالطريقة. هاي الطريقة بسيطة وسهلة، بيرجع البري جديد جديد جديد.
اللي عايش بأربيل بيعرف إنه أربيل ما بتنام ما شاء الله، بيضلوا فاتحين 24 ساعة. فلما خلص جوزي شغله بالليل، يعني بالعادة نحن كنا إذا بنخلص شغلنا الساعة 10 ما بقى في محلات فاتحة، كان فاتحين كتير محلات بتقدر تروحوا على كتير أماكن. فكان هذا المحل ما رايحين له، أول ما بنجي عليه ما جينا من قبل على هذا المكان، هو مكان كله كواخ اسمه فاميلي كاردن. فجينا لهون أول مرة يعني بجي أنا، حلو قعداته بس مشكلت إنه المكان الألعاب الأولاد بعيد حسيته. فوالله تمشينا وتفرجنا على المكان وحبيته للمكان، بس رحنا على مكان الألعاب عشان يلعب الأولاد ينبسطوا، فما قعدت كتير يعني، بس إنه كرمال الأولاد أنا جيت. حابة لكم شغلة، في مفاجأة كتير قريبة راح أحكي لكم عنها بالفيديو الجاي إذا الله راد، إذا كانت جاهزة إن شاء الله. في مفاجأة عم حضركم إياها، شغلة كتير حلوة، فادعوا لي تتيسر الأمور وأحكي لكم عنها أكثر. يعني هي شغلة ما سهلة ومتعبة وكذا، بدي إياكم تدعموني، تحطوا لي لايك إذا عم تحبوا فيديوهاتي، تشتركوا بالقناة وتشاركوا الفيديوهات لرفقاتكم. وإن شاء الله يا رب تكون كل أيامكم أعياد، وهي خلص العيد، وإن شاء الله العيد الجاي نكون كلياتنا على جبل عرفات، كنا بأحسن حال. يلا عمر يلا فين الأب؟ I'm not talking.